بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في اليوم الخامس، الجزء الثاني، اليوم الخامس والأخير من الأسئلة والاستفسارات اللي جاتنا برضو في المثال اللي أخذناه في التنسيق الشرطي، اللي هو نحن دارين ننسق أيام الجمعة والسبت فقط. أحد المدربين قال إنه المعادلة ما ضبطت معه مع إنه كاتبها صح. طيب، التنسيق الشرطي قلنا الـ conditional formatting فيه rule جاهزة نحن ممكن نستخدمها، أو ممكن نستخدم new rule ونستخدم آخر خيار إننا نكتب المعادلة، لكن ده ما كفى. المعادلة لازم تكون صحيحة، بعدك لازم تكون اخترت الفورمات صحيح، وقبل ده كله لازم تكون حددت النطاق اللي انت داير تعمل له فورماتنج، ولازم تكون المعادلة بتاعتك بترجع يا ترو يا فولس، يا ترو يا فولس. احنا دايرين معادلتنا تعرف لنا انه اليوم ده يوم جمعة ويوم سبت، قلنا بنستخدم ده اللي يسمى دي ويك دي، بترجع لي رقم من 1 لـ 7. 1 معناته يوم الأحد، هم بيبدأ يوم الأحد. 2 يوم الاثنين، 3 يوم الثلاثة، 4 يوم الأربعاء، 5 يوم الخميس، 6 يوم الجمعة، 7 يوم السبت. هتحضرين دارين يا 6 يا شنو يا 7. من المرات تاريخ طوالي بترجع لي انه ده 4، ده 6، ده كذا. طيب، احنا قلنا في التنسيق الشرطي ما بيقبل قيمة، لازم يكون يا ترو يا فولس. معناته انا دايرة مرة تكون 6، اذا كانت 6 هيرجع لي ترو، اذا ما 6 هيرجع لي شنو فولس، ومرة تكون 7. دايرة مرة تكون 6 ومرة تكون 7، معناته انا دايرة قيمتين يا 6 يا 7، 6 اور 7. عشان يعني كده في الحالة دي طوالي بكون بستخدم الدال شنو or، ليه بقول لا or؟ انه الويك دي لل A1 كانت 6، هنا اداني في الصيغة كوما، انت ممكن اديك سيمي كوما، او كانت 7، في الحالة دي اديني true، غير ذلك اديني شنو false. طوالي في الحالة دي هيديني true في حالتين، اذا كانت جمعة او شنو أو السبت. إذا كده المعادلة بتاعتي شنو جاهزة، وأنا هقوم أحدد. دي هنا النقطة ممكن تحصل فيها بعض الأخطاء، إنه الإنسان ما يحدد، لازم أحدد النطاق اللي أنا داير أعمل له conditional formatting. بعد ذاك أمشي لـ conditional formatting وأقول له new rule use formula to determine which cell to format، استخدام السياق عشان نحدد أي الخلايا سيتم تنسيقها. بعد ذاك نكتب الصيغة بتاعتنا ونتأكد إنها لازم تكون في الخلية شنو النشطة، الخلية النشطة بتاعتي A1 وليس A4، يعني كده لازم تكون هنا شنو A1، لأن دي بدي منها الاختبار. ده برضو ممكن تكون من الأخطاء اللي وقعت فيها. الفورمات اللي أنا داير يكون شنو اللون بتاع الخلفية، يكون كيف البوردر، الفونت، بختار الحاجات دي، يجيب لي هنا بريفيو، بضغط اوكي، طوالي بلقاو نسق لي فقط ايام الجمعة والسبت. عندنا مثال لنفس المعادلة دي، هنا كان لاحظنا احنا نسقنا عمود واحد، وحتى العمود التاني ده ليه اتنسق؟ لانه قاري من شنو من العمود ده، لكن هنا عندنا مجموعة من الكولوم. انا داير انسق الرو كامل، التاريخ بتاعه يوم الجمعة والسبت، نحدد البيانات بتاعتنا، نستخدم نفس المعادلة، نشوفها بتظبط ولا بتظبط. انا هنا الخلية النشطة بتاعتي شنو A2 وليس A1، عشان كده همشي لل conditional formatting، اختار new rule، اقول له use formula to determine، واغير الخلية النشطة بتاعتي لشنو ل A2.
واجي اغير الفيلة بقى احمر. اوكي هنا كان لاحظنا ما زبط معانا، حدد لي صحيح الجمعة والسبت لكن فقط في الكولم شنو الأول، أما بقية الكولم ما حددت لأنه هو حقيقة بيجي في A1. أنا بديت لي طبعا من A2، بيجي في A2. هل ال A2 دي جمعة السبت؟ أوكي بيجي في ال B2. هل ال B2 دي جمعة السبت؟ ما حيلقى تاريخ أصلا، ما حيلقى أصلا شنو تاريخ طوال، حيقوم شنو حيقوم متلخبط. جه هنا لقى دي الأرقام شبهوا منهم تواريخ، قام ألونهم بطريقة شنو عشوائية. إذا أنا داير اختبار التاريخ ما يتم من جميع الكولم، يتم من كولم شنو واحد فقط، لكن التنسيق بعد ذاك يمر من A1 A2 يجي لـ B2 يجي لـ C2 للتنسيق، لكن التاريخ يكون من شنو من كولوم واحد فقط. عشان كده هقوم أحدد تاني وأمشي لـ Conditional Formatting New Rule آخر خيار. يلا أنا داير أثبت إنه اختبار التاريخ يكون من الـ A فقط، هعمل علامة الدولار ورا شنو ورا الـ A، لكن الـ 1 اللي هي في الحقيقة 2 دي ما هثبتها، ما هعمل وراها شنو علامة الدولار. ليه؟ لأنه عشان تبقى بدل A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B3 B5 B6 يظللها، لكن ما يختبر منها. الاختبار بس يكون وين؟ في ال A في الكولم شنو A، اختبار فقط يكون في الكولم A، أما بقية الكولومات ما يكون في اختبار. بضغط أوكي طوالي بلقاو شنو ظبط معاي التنسيق الشرط التاني. نعيد تاني ونجربها إن شاء الله هتظبط معانا. دي كل الاستفسارات اللي وصلتني، وأنا بتمنى إنكم تكونوا متواصلين معانا وتتابعونا، وكل حاجة عندكم ناقصة بنتم عليكم، أي أسئلة أي استفسارات تتابعونا على الفيسبوك. الصفحة بتاعتنا Advanced Excel Online، الإكسل أونلاين، أو على الفيسبوك Computer Skill Club مهارات الحاسب الآلي، برضو هتلقوا مهارات كثيرة جدا وفيديوهات، أو قناتنا على التليجرام أونلاين تريننج سودان. على التليجرام تبحث عن الأونلاين تريننج سودان هتلقاها موجودة، أو تخش لها عن طريق الرابط ده برضو على التليجرام، اللي هي دي قناتنا على الفيسبوك نادي مهارات، أقصد الصفحة بتاعتنا نادي مهارات الحاسب الآلي، وصفحتنا الإكزيل المتقدم أونلاين على التليجرام. عندنا القناة بتاعتنا أونلاين تريننج سودان، دي على التليجرام أونلاين تريننج سودان، بتلقوا فيها الفيديوهات والمقاطع كلها. إذا حقت الواتساب اختفت منكم أو حصل لها مشكلة، أنا مش تمشي طوالي على التليجرام، تكونوا متابعين وأسئلتكم حاجاتكم بنرفع لكم الكتب والحاجات، أو ممكن بوسائل التواصل الثانية، البريد الإلكتروني idrisatom@gmail.com، أو على الفيسبوك idrisatom، أو على الواتساب 0900-266-47. التحية لمركز بيست براكتس للتدريب، أستاذة منيرة مديرة المركز وجميع العاملين في المركز، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. أنا بهني وببارك للخريجين بتاعنا اللي هم شهاداتنا الآن جاهزة على الجروب، ممكن يتواصلوا مع المركز على أساس إنه يشيلوها أو يرسلوها لهم في أمكنتهم. وختاما نقول لكم سعيدين جدا كنا بلقاكم، وإن شاء الله يمتد اللقاء
في مجموعة من الكتب والمراجع أنا هأرسلها لكم، اللي هو عند المرجع Advanced Excel، ده بتاع واحد شامي اسمه نضال شامي، أنا بحييه من هنا نضال الشامي. وعندنا الدالات الأساسية أكتر من 100 دالة، وعندنا كتاب في إكسل للمهندسين، عندنا إكسل 2013 أساسيات. كل حاجات أنا إن شاء الله برسل لكم على التليجرام وعلى الجروب، وحتى نلتقي في دورة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.